السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عصام عفيفي بـ One Hour Networking. بحب أرحب فيكم مرة ثانية بأول محاضرة، طبعا أو خلينا نسميها بأول فيديو. طبعا هذا الفيديو ما راح نحكي فيه عن أشياء كثير يعني معقدة وهاي، بس نحكي إنه شو السويتش والراوتر. السويتش والراوتر يعني هم مش أكثر من عبارة عن كمبيوترات، زي الكمبيوتر اللي عندك بالبيت، إله رامات، إلو بروسيسور، بس ما في إلو لا شاشة ولا كيبورد ولا سماعات ولا ماوس. لأنه هذولا يعني مش إنه مش مهمات، بس هذولا يوزر إكويبمنت، معدات المستخدم، يعني إحنا ما بنحتاجهم كثير. يعني في يعني الراوتر والسويتش، أو هم فعليا من الأفضل إن ما نستخدمهم. لو شفت عندك التاسك مانجر على الويندوز اللي هو الاوبريتنج سيستم تبع جهازك، طبعا السويتش والراوتر اوبريتنج سيستم تبعهم هو مش ويندوز، هو اشي اسمه اليونكس، واليونكس ابن خالته للينوكس. يعني في شبه كثير، في شبه كبير جدا بكل اشي تقريبا. هذولا ما في لهم يوزر انترفيس، يعني انت اللي بتستخدمه اليوزر انترفيس، اليوزر انترفيس بيحول اوامر تبعتك ل كوماند لاين، لكوماندز. هذول كوماندز بدخلهم على الكور او الكيرنل، الكيرنل هي اللي بتطبق اوامرك. فانت فعليا بالسويتش والراوتر شغال على الكيرنل نفسها، يعني ما في عندك يوزر انترفيس بعدين تفوت على الكيرنل عشان تطبق اوامرك. الراوتر او السويتش احنا هون فايتين عليه من الكونسول. الكونسول هو المانجمنت انترفيس للجهاز، فعن طريقه انت بتفوت بتعمل كل اشي مانجمنت غالبا، لانه ما في بيكون عليه اي كونفيجريشن، يعني انت ما بتحط عليه باسوردز او اشي، وهو غالبا لازم تكون بجنب السويتش او بجنب الراوتر لحتى ما انك تعمل كونسول، تفوت من الكونسول كيبل، لانه هو ما بتقدر توصله عن طريق الانترنت كونسول كيبل. هلا غالبا كونسول كيبل 99% هو بيتم يعني سكيورلي، بيتم ضمان امنه او حمايته فيزيكال، يعني عن طريق انه تحطه بغرفه السويتش او الراوتر وتسكر عليه بالمفتاح وانتهى الموضوع. ليش؟ لانه هو الملجا الاخير اذا صار عندك مشكله او نسيت الباسورد، نسيت الاشياء هاي، ما بتقدر توصل له يعني عن طريق الانترنت، فانت بتفوت على الكونسول وبتحطه. بحكي لك press return to get started. هنا اول اشي اللي هو user mode. user mode ما فيه هل يعني الامور كثير. اذا بتحب تشوف ايش الاوامر الموجودة عندك، بس اكبس question mark. question mark بتورجيك ايش الاوامر اللي ممكن تدخلها. ما في عندك enable disable. اذا دخلت الامر disable، فانت بس عم بتقوم بعملية واحدة، انك تخرج مرة ثانية، بس يعني ما انت على اقل بريفليج مود، فعملت ديسيبل ما راح تنزل اقل منها، لانك انت بريفليج. لو شفنا البريفليج مود، البريفليج مود راح يكون عندك زيرو، يعني اقل اشي. البريفليج هي الصلاحية، فصلاحيتك صفر، ما فيش عندك. بدك تفوت على صلاحية اكبر، بدك تكبس انيبل لهاي الصلاحية، فانت هنا تغير عندك من greater sign للbound sign، صار عندك user execution mode او exact mode. لو شفنا هنا راح تشوف انه هاي، شايف execution command، في عندك اشياء كثيرة. طيب شو لو شفنا show privilege، راح تشوف انه انت حاليا privilege 15، لانه انت داخل من الكونسول، ومجرد ما انت تنتقل عن طريق الانيبل بتنتقل من 0 ل 15 مرة واحدة، في عندك 15 different privilege level، 15 level او 15 مستوى من الصلاحيات. بتقدر طبعا انت تشوفهم، بتقدر يعني ان شاء الله لقدام بتقدر انت تحدد صلاحيات كل مستخدم حسب ما انت بدك. هون بتقدر تعمل اشياء اللي بنسميها اعتيادية، بتعمل مونيتورينج، بتعمل اشياء اللي خاصة بالراوتر او السويتش. طبعا خاصة الامر شو، اهم اشي الامر شو، علشان تشوف انه
اكتر يعني زي الكمبيوتر شو بروسيس سي بي يو. بورجيك عادي سي بي يو يوتيلايزيشن قديش في عندك يعني اوفر هيد على السي بي يو تبعه، ايش عم بيعالج بيانات واشياء مثل هيك. ما في فرق بين السويتش والراوتر نهائيا. لو شفنا هون السويتش كمان السويتش نفس الشيء انيبل، بتفوت على اليوزر من اليوزر مود للاكسكيوشن او يوزر اكزاكت مود اكسكيوشن مود زي ما بدك انت سميه. اذا كبست كونفيجر تيرمينال، طبعا انت بتحكي كيف عم بيعبي، يعني انا فجأة بتكمل الكلمة مرة واحدة عندي بدل ما اضلني اكتبها، بكبس تاب. اذا كبست تاب بتعبي، لو كبست هنا question mark كمان بظهر عندي معلومات كثيرة. ما رح ادخل هسه هون باي configuration نهائيا، بس دي احكي لك. فرضا احنا فتنا على يعني رجعنا للراوتر، دخلنا على configuration mode، هون بتقدر تعمل كل configuration للراوتر او السويتش، سواء quality of service, security, routing and switching والاشياء هاي. لو فتت على الانترفيس مثلا FA او فاست ايثر نت 1-1 مثلا، حكيت له نو شت داون، يعني بدي الانترفيس يصير اب، يعني هذا الموضوع خلينا نسميه بالفيزيكال لاير. عندك اشيين بالفيزيكال لاير بس بالنتوركينج، او غالبا بس هذول الموجودات بالنتوركينج، اللي هو يكون عندك كيبل او يكون عندك لاين كونكشن بتوين تو بوينتس، ويكون هذول التو بوينتس نو شت داون. بس نو شت داون فانت هون عندك اب اند رانينج. فاذا اعطاك اب فمعناته انا عندي الكونكشن موصول وعندي الانترفيس في حالة الاب، يعني انا موصل له كهرباء يعني شغال رانينج. اذا عملت له شت داون فانا ما بقدر اشبك عليه، يعني هو انترفيس داون، يعني زي ما تعمل تطفي السماعة تبعت جهازك فما تسمع الصوت. هنا احنا حكينا انه فتنا من الكونسول كيبل، شايف كل ما تعمل شغلة بيطلع لك يعني بيطلع لك خلينا نسميها مسج، بحكي لك تشينج ستيت administratively down line protocol interface 1-1 change state to down line change state to up الى اخره. طيب هون انا في عندي راوتر ثاني بس بدي اعمل عليه تلنت، يعني بدي ادخل له ريموتلي عن بعد. فلو كبست انتر بحكي لي دخل اليوزر، طبعا هذا لانه يعني راوتر موجود عندي في البيت، علشان هيك يعني معمول عليه security level واشياء مثل هيك. فطلب من اليوزر نيم، لازم ادخل يوزر نيم ولازم ادخل باسورد، طبعا هاي باسورد محترم زيه. نفس الشيء ما في اشي جديد، نفس الاوامر. انا هسه بس دخلت مباشرة على privilege level 15، ليش؟ لاني انا دخلت على يعني دخلت على configuration mode او global configuration mode، وحكيت له انه اي واحد بيدخل لك الباسورد او بكتب اليوزر نيم عصام وبدخل باسورد تبعه بتعطيه بريفليج، بتعطيه الصلاحيات 15، يعني مباشره بتنقله لاكبر ليفل بالصلاحيات. المشكله هون وين راح تواجهها؟ لما تفوت على الكونفيجريشن راح تشوف انه لو حكينا انترفيس اف اي خلينا نسمي 0-4 مثلا، لو حكيت له شت داون، رايك وين المسجات اللي عم تطلع؟ او حكيت له نو شت داون، راح تشوف انه ما في اشي طلع. ليش؟ لانه بالوضع الطبيعي المسجات هاي بترحل مباشره للمانجمنت انترفيس اللي هو كونسول بورت او الكونسول انترفيس. فشو بدي اعمل لحتى ما اطلع هاي المسجات عندي هون؟ لازم اجي على اليوزر اكسكيوشن مود، اكتب تيرمينال مونيتور
اوكي. لو فتت مره ثانيه على الكونفيجريشن مود وحكيت له على الانترفيس 04 وحكيت له شت داون، تشينج ادمنستريتيفلي تو داون. شايف صارت تطلع هسه ليش؟ لاني بحكي له انا عم بعمل مونيتورينج عن طريق هذا الانترفيس. ما في يعني اشي كثير، بس يعني انا حبيت احط هذا الفيديو علشان تاخذ فكره انه انت بتتعامل مع كمبيوتر، مش يعني مش اشي خرافي، مش هالاشي الغامض. السويتش والراوتر نفس الشيء، بس بيفرقوا انه السويتش له مهام معينه اللي هي ربط المستخدمين، والراوتر له مهام هي ربط الشبكات مع بعض. فانا بربط المستخدمين عن طريق عن طريق السويتش، وبربط السويتش براوتر اللي هو بصير عندي هاي الجزء الاول من النتورك. اذا في عندي نتورك ثانيه بربط المستخدمين بالسويتش، بربط المستخدمين براوتر، والراوتر هو اللي راح يعمل عمليه توجيه البيانات بين الشبكتين. والسلام عليكم، شكرا لاستماعكم.